تمام. في نفس السياق اللي بنتكلم فيه مصر والقوات المسلحة هتحتفل بكرة بيوم الشهيد والمحارب، واللي بيوافق الذكرى 46 لاستشهاد الفريق عبد المنعم رياض الرئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق القوات المسلحة، هتقوم بتكريم الشهداء أو أسر الشهداء من الضباط وضباط الصف والمجندين، ووضع أسمائهم على يعني عدد من الطرق والكباري والمحاور الجديدة. خلونا نتابع مع حضراتكم تفاصيل أكثر في فيلم تسجيلي عن هذا اليوم، يوم الشهيد. أيتها الزوجة المترملة، ويا أيها الابن الذي فقد الأخ والأب، يا كل ضحايا الحروب، املأوا الأرض والفضاء بتسابيح السلام، املأوا الصدور والقلوب بآمال السلام، اجعلوا الأنشودة حقيقة تعيش وتثمر،